عظيمة، أنا عايزة أروح لها وأشوفها. يا سلام، ده أنا أروح لها بنفسي وأرتب لك كل حاجة. بس أنا مش عايزة حد يعرف، ولا عايزاها هي نفسها تبقى عارفة أنا مين. من غير ما تقولي أنا كنت هعمل كده من نفسي. مساء الخير. إزاي حضرتك؟ أهلاً. طب أستأذن أنا مدام فريدة، أصل بنتي زمانها راجعة من الشغل واقعة من الجوع، يا دوبك ألحق أعمل لها لقمة. هوصلك طيب. لا لا يا حبيبتي خليكي، أنا عارفة السكة. ما شفتكش بتعامل حد قبل كده بالطريقة دي. مش فاهم. مش فاهم إيه؟ مش فاهم إنها مشيت عشان أحرجت من طريقتك معاها؟ يا فريدة حبيبتي أنت ليه حساسة كده؟ الست بنتها لسه راجعة وجعانة وعايزة تأكلها. زي ما انا جعان بالظبط. هروح اعمل لك الاكل. لو سمحتي، ده انا شم من الريحه من على السلم وحموت بالجوع. عملت ايه يا خالد في موضوع ابن مدام ماجي؟ ماله ابن مدام ماجي؟ ماله؟ ماله ايه؟ هو انا مش قلت لك كذا مره انها طلبت مني انك تحاول تدور له على شغل، يا اما في الخارجيه يا اما في اي شركه موبايلات؟ خارجيه؟ تاني يا فريده؟ ما انت عارفه انا ما بحبش الطريقه دي. دي حاله انسانيه. كل الشباب اللي عايزه تشتغل حالات انسانيه. بس دي قصدتني انا. يوه يو ايه يا خالد؟ ما هو مش معقول عشان ربنا ما ادناش ولاد ما نحسش بالناس وظروفها. ومش عايز اوصيك بقى على البالارين والزينه. تمام. لا لا، قبل الساعه 7 عشان نكون في الامان. اشكرك، مع السلامه. وسمنت واحمد وعادل كده بقوا كام؟ كده بقوا 12. مش كتير كده يا علي؟ يعزم اللي يعجبه، البيت كبير وخير ربنا كتير. ميرسي يا بابا. تطول يا حبيب بابا. كده كله تمام يا استاذ، انا كده عملت الواجب اللي عليا. شفت بقى بابا شاطر ازاي؟ انا عايزاك تطلع شطور زيه وتقعد عشان تخلص الواجب بتاعك. لما خلص اللي انا هعزمه. هو في لسه حد انت ما عزمتوش؟ ايوه عمر. وده هيجي يعمل ايه بس في وسطك انت واصحابك؟ ما تخليكوا كلكوا كده في بعض وخلاص يا علي. يا ستي عيد ميلاده هو، يعزم اللي هو عايزه. انا كمان هبقى مبسوط قوي لو عمر جه. شفتي بقى، يبقى عمر لازم يجي. ميرسي يا بابا. يلا اطلب لي النمره دلوقتي. دلوقتي. الو، يا علوه يا راجل. طب انا عارف يلا انه بكره طبعا. ماشي يا سيدي، عزومه مقبوله. 7 بديها، هكون عندك ومعايا احلى هديه. خد عمتك توما عايزه اتكلمك. الو. ايوه يا حبيب قلب عمته، عامل ايه؟ وحشتني يا علي. كل سنه وانت طيب يا حبيبي. ها تميت كام سنه؟ العمر كله يا حبيبي. لا يا علي للاسف انا مش هقدر اجي عشان عندي شغل. طب بص، هتفق معاك اتفاق حلو قوي. ايه رايك لما تيجي المره الجايه ان شاء الله نحتفل بيه كلنا سوا؟ ماشي ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبي، يلا باي باي يا علي. باي. ربنا يحفظه لك ويحميه لك من كل شر قادر يا كريم. والنبي يا ام ادعيله، حكيم دراعه جايه من تحت نبي الاسد. ربنا يهديها لك يا ابني. هنقول ايه بس؟ ويهديها لنا ليه يا ام؟ انا مالي؟ يهديها لجوزها وابنها. انا كفايه عليا يا علي، انا عايز اجيب للواد ده حته هديه ما جاتش العيل قبل كده. السلام عليكم. اهلا اهلا. الحمد لله على السلامه. انا بقالك زمان ما عدتش علينا. انا برضو من ساعه ما خدت اللعبه والميداليه. ده انت مركزه مع الزباين بقى. ايه ده؟ مش مع اي حد والله. النبي، ما انا قريتك. خلاص بقول لك ايه، عايز لعبه جامده يكون سعرها حنين. لولد ولا بنت؟ ولد. في حدود كام تقريبا؟ ما انا لسه قايل لك، عايز لعبه جامده يكون سعرها حنين. 75 كويس؟ يا ريت. هي فين دي اللعبه اللي ب 75؟ ثانيه واحده. بص، هي في محل تاني ولا ايه؟ في اخر المحل. دي بقى منتشره قوي بين الولاد الايام دي، وعلى فكره دي اول ما طلعت كانت ب 150 140.
غير شي بس انها رترتت في السوق. السوق اه؟ ماشي. عموما الغالي للغالي. يلا توكلنا على الله، انا هاخدها. ألف سهلة؟ احلى لفة هدية. من عيني؟ لا لفة بس. في ايه؟ صباح الفل. صباح النور. النبي امر الهدية. يعني ايه؟ لا ده مثل دارج عندنا في مصر بيتقال لما يكون حد حابب انه يهادي حد هدايا. بس مش لازم هدايا يبقى لها مناسبة؟ ده أكبر غلط، عشان مش لازم يبقى لها مناسبة. ممكن تسميه تعارف، محبة، رشوة. رشوة؟ ليه رشوة؟ بصي أنا عايزك تشوفي لي مكان تاني غير المكان المعفن النص نجم اللي أنا قاعد فيه ده. بس إحنا مش مكتب عقارات. بس أنا عارف إنك تجيبي التايهة وبتساعدي أي حد وقع في المشكلة. أي حد ما عندوش مكان أساساً يبقى محتاج لنا، لكن أنت عندك مكان وأنت اللي عايز تغيره. بس أنت لو تشوفي المكان ده هتعرفي إنه مش مكان أساساً. غلباوي، أنت غلباوي. طيب يلا اقبلي الهدية ونشوف حكاية غلباوي دي بعدين. هقبلها على سبيل التعارف، إنما الرشوة لأ. المهم إنك قبلتيها، وده في حد ذاته بداية للرشوة. أنت مش معقول، بجد مش معقول. طب يلا، يلا عشان هتوصليني. أوصلك على فين؟ أنت مش بس غلباوي، أنت استغلالي كمان. وأنت فاكرة الهدية دي ببلاش ولا إيه؟ يلا يلا. شغالي بقى ايه؟ تعالى نورتونا.